السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، مرحبا بكم في وصفه جديده ديال واحد الشباكيه او المخرقه كما تنسميوها في المغرب. فكاين اللي تيقول لها الشباكيه وكاين اللي تيقول لها المخرقه. المهم مرحبا بكم في هذه الوصفه ديال هذه المعسله الرمضانيه بامتياز، اللي ضروري انها تكون فوق المائده تاع الشهر الفضيل. كما كتشوفوا فانا تنوريكم يعني ثلاثه ديال الانواع او اربعه الانواع ديال التشبيكات او ديال التشكيلات، لانه كل درت لكم يعني انواع ديال التشكيلات سهله جدا اللي تقدر غير بنتك اللي عندها 10 سنين يعني تعاونك فيها. واي واحد ما عمره صوب الحلوه فاكيد انه غادي يزعم يصوبها. وحتى بالنسبه للمكونات كما كتشوفوا فحلوه هشيشه مجعبه شاربه العسل مرمله صراحه اللي ما عمره دارها. فهاد الوصفه هذه بالتأب يعني مقادير مضبوطه جدا وكتخرج لك الحلوه على الشكل اللي بغيتي والنتيجه هائله. عندي كيلو ديال الدقيق كما كتشوفوا، خماره ديال الحلوه من فئه 8 غرام، الخميره ديال العجينه ما كنديرهاش، كيلو او كاس ديال اللوز اللي سلقته وطحنته مزيان حتى معجن، كاس ديال الزيت ما بين زيت وزبده اللي شفتو هنايا، كاس ديال الزنجله مطحون حتى ولا بحال العجينه، نصف كاس او ثلاث ارباع ديال كاس ديال الزبده نوازيت. هنا عندي كاس ديال نصف كاس ديال الماء، عندي واحد الكاس ديال الماء خاصو غير واحد شويه اللي ذوبت فيه الزعفران، معلقه ديال القرفه، جوج المعالق النافع، جوج المعالق تاع حبه حلاوه، وكاينين جوج المعالق الخل، واحد شويه قبصه ديال المسكه الحره مع الملحه. هنايا غادي نزيد معلقه ديال القرفه. بالنسبه اللي ما تبعوش معايا في الاول كنت كنزرب في استعراض المقادير، غادي نزيد جوج المعالق ديال النافع مطحون ومغربل اللي غربلته مزيان، غربلته ثلاثه المرات باش ما يبقاوش ليا فيه ذوك الحبيبات. هنايا حبه حلاوه، كاس ديال اللوز كما قلت لكم اللي سلقته ونشفته مزيان وطحنته حتى ولا بحال العجينه، كاس ديال الزنجلان اللي غير صهدته ما حمرتوش، غير صهدته من بعد من طبيعه الحال ما غسلته ونقيته من الحجر ومن دوك الشوائب اللي تيكونوا فيه، وصهدته واحد شويه وطحنته حتى ولا على هذا الشكل هذا معجن. ديك قبيصه الملحه مع قبيصه ديال المسكه الحره، غادي نزيد ديك الخماره كما قلت لكم ما تنديرش البيض وما تنديرش الخميره ديال العجينه. هنايا غادي نحاول نرمل او نبسبس هذيك العجينه كامله حتى تنسجم ليا العناصر كامله، ضروري من هذه العمليه هذه فاش ندخلوا دوك المكونات كاملين وفي بعضياتهم. زدت هنا الكاس اللي مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، ثلاثه الارباع ديال الكاس ديال بوغ نوازيت اللي خليت الزبده حتى تحيد منها الماء وحيدت لها الكشكوشه. هنايا عندي داك الكاس ديال ماء الزهر اللي ذوبت فيه الزعفران، هنا الماء العادي، الخل، ودابا غادي نبدا نجمع المكونات. هاد المكونات اللي عطاتكم فهما اللي عجنوا لي هاد العجين، ما زدت عليهم لا نقطه ديال الماء لا والو، المقادير مضبوطه مليون في المية. وبالنسبه للعبار ديال الكاس فهو 130 غرام تقريبا، ما بين 128 130 غرام. بالنسبه للعجينه فما تنديرهاش جاريه وما تنديرهاش قاصحه بزاف حتى يعني يوحل معاها بنادم غير باش يسرحها، كتكون قاصحه مي شويه صافي. غادي نحاول انني نجمعها ونرجع معكم. ها نتوما كما شفتوا من بعد ما جمعتها كتشوفوا القوام ديالها مجاري ما قاصح ما دلكتهاش. غادي دابا نمر للمرحله الثانيه، هي انني نقسم فيه العجينه الى كريات. هاد الكريات حسب يعني سميتو ديال سطح العمل، فاذا كان سطح العمل كبير
او شي طبرات تخدموا فيها كبيره، فيمكن لكم طول تكبروا الكويرات تنديروهم على هذا الشكل. هذا كنستمر حتى كنكمل العجين كله. وهنايا غادي ندوز للمرحله ديال الطراق، بحال اللي بغينا نديروا لا بات فويتي. هاد الفويتاج هذا هو اللي كيساعد على ان الحلوه تكون مدلوكه، يعني بلا ما تدلكيها. هذه هي الطريقه اللي كتستغني بها على دليك تاع الحلوه، وتتعطي واحد الفويتاج وتتجيب الحلوه مجعبه. فانا صراحه كثرت من هاد المرحله، يعني تنديرها مره وجوج وثلاثه واربعه، لانه كما جمعتها في العجينه جمعتها ما دلكتها ما والو. صافي تنطوي من الجانبين وكنعاود نسرح بالدلاك ونعاود نطوي ونعاود نسرح. انتي وكانتك باش ما سرحتيها كما قلت لك بحال لاباط فويتي، باش ما سرحتيها وجمعتيها باش ما كتعطيك الطوع في الاخر وكتخرج الحلوه ما كتعذبكش وكتخرج مجعبه. الكمية ديالي كملتها تكون على شكل أضرفة بحال هاد الشكل هذا كما كتشفتوا. فقديتها مزيان باش ما تعذبنيش، ديك الساعات ملي نسرحها كتجيني مقادة. التشكيلة الاولى او التشبيكة الاولى اللي غادي ندير معكم هي كتحتاجوا لواحد الغطاء ديال القرعة. بغيتو تكون كبيرة كديروه كبيرة، بغيتو تكون هكا متوسط بغيتوه صغير، المهم القرعة الغطاء تاع شي قرعة. كنقطعوا الاشرطة بواسطة القطعة ديال الشبك، هي اللي تتكون مسننه من طبيعه الحال تيكون عندها دوك السنينات ماشي القطعات البيتزا. وتلويو على هاد الغطاء بواحد السهوله تامه كما قلت لك. غادي تعجني العجنه ديالك وغادي توري البنت اشنو دير وتخليها هي تقدها لك. شوفي الطريقه ولا اسهل منها، وكتجي في يعني في الشكل ديالها تيجي راقي وزوين بحال التشبيكه العاديه اللي كنديرو من تنقطعوا دوك الخمسه وتنحاولوا نطويو هذا مع هذا ومع هذا تتشد لنا الوقت. فهاد الطريقه مختصره جدا وكتعطي نفس النتيجه. تنهزوا واحد الموس باش تنفرقوا هذوك الطبقات او هذوك الاشرطه بيناتهم باش ما يتلاصقوش. الشكل الاول كما كتشوفوها هو بغيتو تكثروا هكا العجينه كثروها، بغيتو ديروها غير صغيره غادي تصغروها. المهم هاني الفكره عطيتها لكم تاع الغطاء ديال شي قرعه وغير بالاستعانه ديال بالموس. كما قلت لك اللي عنده الوليدات في الظرف يقدر يخدمهم معاه، شي يبدا يفرق شي يبدا يطوي على الغطايه. هذه الشكل الثاني اللي كنهز الاشرطه باش ما تترسي الاشرطه الا بغيتيها تكون تكون دايره بزاف، يعني تكون كثيره فيها هذوك اللي سميتو الاشرطه كديري بزاف. انا درت هنايا 6 ديال الاشرطه كما شفتو، تندير شريط على شريط. تقدروا ديروا شريط كبير بزاف، غير انايا ما بغيتش نضيع هادو، يعني درتها الطريقه هذه باش نستغل هذوك الاشرطه اللي بقاو عندي. والحجم انا تنديرهم صغيورين شويه بكل سهوله تامه. ملي كنجمع دوك الاشرطه السته تنهزهم على هكا على ظهرهم
وتنكون منهم هاد الشكل اللي كتشوفوه قدامكم بالاستعانة بواحد الموز. تنفرق هذوك الأشرطة بيناتهم فقط، طريقة سهلة جدا وكتعطي نفس النتيجة. إذا كانوا دوك الجوانب كبار تنقصوا منهم وصافي، هذا هو الشكل اللي عطانا الشكل الثاني. هذا عن قرب. غادي ندوزو للشكل الثالث او التشكيله الثالثه اللي غادي نهزو اشرطه بهذا الشكل هذا طوال. تندير واحد على واحد، حتى كندير أربعة او خمسة او ستة الاشرطه انتي والحجم ديال الحلوه اللي بغيتي. هاد العمليه سهله جدا، ولو تكوني ما عمرك درتي الحلوه وشبكتيها فيها واحد المتعه صراحه، فيها تستمتعي بهذه الطريقه هذه. فاكيد ان كل النساء اللي في الغربه اللي متغربين هنايا الحلوه، الا ما قد اي حاجه ما قديتيهاش بيديك فما يمكنش تلقايها. ماشي بحال المغرب، الخير موجود ما شاء الله. ما قديتيش تخرجي للباتيسري وتشري واحد الكيلو، ولا كاينين الناس يعني اللي ما شاء الله تبارك الله عليهم تتخصصوا في هذه المسائل في رمضان، الشباكيه المخرقه الرزيزه المطلوع البغرير مسمن بالشحمه مسمن العادي. احنا هنايا اللي ما درتيهاش والله ما تاكليها، تبقى غير تشوفي في الناس تيقادو انت جالسه. لهذا تنحاولوا اننا حنا نحيوا هاد العادات في بلاد، واخا في بلادات الناس تنحيوا هاد العادات، تنربيو عليهم وليداتنا باش يتمسكوا بالعادات والتقاليد ديالنا. واخا الحلوه يعني ماشي ضروري انها تكون، ولكن كعاده ورثناها على الاباء والاجداد، فاكيد انني انا كنبغي نحافظ على جميع العادات والتقاليد اللي ورثتها على الاباء والاجداد ديالي. وهكذا تنخليو الموروث ديالنا ما كيضيعش، اللي كنفتخروا به من طبيعه الحال وسط جميع الدول والبلدان. كما كتشوفوا انا تنهضر معكم وانا تنقرص في هذيك العجينه اللي درت منها كما قلت لكم سته الاشرطه او خمسه. شتوا الطريقه السهوله التامه، في مره واحده كتقطعي كتقرصي كتقطعي، ما كاين لا هز هذا دير على هذا. شوفوا الطريقه، ولا اسهل ولا اسهل، سهله الطريقه سهله جدا، وكما قلت لكم فيها واحد المتعه. تخدموا وليداتكم تخدموا رجالاتكم كلشي يخدم. شتو التشكيله اللي فيها صراحه روعه جدا. الحلوه ديالي صافي كملتها، عطاتني هاد ما شاء الله تبارك الرحمن. العسل صوبته شي يومين او ثلاث ايام من قبل كما كتشوفوا خاتر. صافي سخنت الزيت، كندير على نار هادئه جدا، وتنعمر المقيله ديالي لانه درتهم صغار، فاكيد انني ما غاديش يعني المقله غادي تهز ليا بزاف، ما تنبغيش هذيك الحلوه الكبيره صراحه. من بعد ما طفيتهم في العسل كنتسنى